ربنا سبحانه وتعالى. طيب المحور الثاني النهارده في حلقه ملعب الاهلي لازم نكون يعني واثقين تمام الثقه ان علاقتنا بكل الانديه الافريقيه والانديه العربيه على اعلى مستوى، وبالتاكيد الانديه المحليه على اعلى مستوى. لكن في بعض الانديه وفي بعض المحطات في الحياه او في التاريخ بتخليك يبقى علاقتك بتبقى حريص جدا 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 على العلاقه ديت حتى لو ما كانش فيه مباريات او مواجهات او مشاركات. منهم الترجي التونسي او على اولى الاهتمامات والعلاقات الترجي التونسي. بيننا وبينهم حاجات محترمه كتيره جدا وصفات هايله جدا، بل كمان في الصفات الاراديه والشخصيه والتاريخ والتعامل الاداري المتميز الرائع جدا. دي علاقات او صور ما بين بعض افراد الجماهير الاهلاويه وبعض افراد الجماهير التونسيه، يعني مشاركات، اجتماعات، مقابلات، يعني محادثات. حتى اللعيبه علي معلول مع طه ياسين الخنيسي، دي الصوره دي كانت السنه دي على فكره، لان ده تيشيرت الاهلي السنه دي في اللقاء اللي كان اقيم مثلا في رادس بجول وليد ازارو، وده سعد الدين سمير. يمكن الناس تقول علي معلول مع طه ياسين الخنيسي الاثنين توانسه، لكن في النهايه موجود سعد سمير. دي صوره من فوق لتحت، الاهلاويه مع الترجويه، انصار الاهلي الشهداء في قلوب كل الترجيين احياء لارواحهم، كلنا اوفياء او كلنا اوفياء. ودي صورة النجم الزئبقي محمد بركات مع خليل شمام، ودي كانت في 2012. يعني بركات ساب الاحتفالات وساب التتويج وساب الميداليات وساب الكاس وراح يتكلم او يتعامل مع خليل شمام قائد الترجي التونسي، ومحمد بركات بالتاكيد له اسمه ومكانته في الكره المصريه مش في الاهلي بس، وده برضه خليل شمام وهو كابتن الفريق ووراه على طول لما كانوا جايين هنا برج العرب في 2012 ومقدمين الورد للعيبه النادي الاهلي عشان شهداء بورسعيد، شهداء النادي الاهلي في بورسعيد. فاذا العلاقه دايما ممتده، ودي جماهير اهلاويه وترجويه بشكل كبير جدا، لا مباراه ولا بطوله ولا ايا كانت عظمتها ومكانتها هتقدر انها تغير من الامر شيء او من الواقع شيء. حتى دي صوره كانت في البطوله العربيه، على فكره البطوله العربيه ده جماهير الترجي وواحد اهلاوي وسطيهم، يعني جمهور الترجي وواحد اهلاوي وسطيهم. الترجي كان بيواجه الفيصلي السنه اللي فاتت في نهائي البطوله العربيه، لكن علاقه الجماهير الاهلاويه بالترجويه دي صوره امبارح، القائد يعني خليل شمام مع وليد سليمان، وعلاقه ممتده وعلاقه هايله وعلاقه ممتازه جدا. حتى في نهائي البطوله العربيه لما كان بيواجه الترجي التونسي الفيصلي كانت علاقه الجماهير الاهلاويه اساس، يعني الناس اللي قريبه منها في الشخصيه والفكر وكل حاجه في الصفات. فبالتالي حتى الجماهير في مواجهه الترجي التونسي مع الفيصلي كان في جماهير اهلاويه بتساند الترجي التونسي. فدايما دايما دايما هتلاقوا العلاقات ممتده، علاقات حلوه وجميله، شغل الشحن وشغل الحاجات اللي هي رايحه في الاتجاه اللي لا قدر الله ما يبقاش في حاجه ظريفه ولطيفه. هي في النهايه كره قدم 90 دقيقه مهمه جدا. اللي الاهلي لو استمر في تفوقه الف مبروك للاهلي وجماهير وادارته ولاعبيه وجهازه، ولو الترجي التونسي قدر ان هو يحسمها وهو قادر على كده مفيش مشكله، لانه عنده فرقه كويسه وعنده فرقه هايله وعنده لعيبه عندها صفات وتاريخ وسيفي هايل جدا جدا. خلاص في الملعب يعني دي كوره في النهايه، فالف مبروك للي فايز. فلازم الناس تكون اجواءها يعني رايحه تلعب كره قدم، مش رايحه تلعب اي حاجه تانية ولا في انتظارها اي حاجه تانية، رايحه في انتظار يعني كاس افريقيا ترجع بيه ان شاء الرحمن لو ربنا كاتبه للاهلي، او ما ترجعش بيه لو ربنا كاتبه للترجي. دي كره القدم، لكن في النهايه احنا رايحين نلعب مباراه كره قدم، رايحين نلعب مباراه في عالم كره القدم، عايزين ندي عنوان، عايزين نعبر عن نفسنا مش الاهلي وبس، الترجي كمان عايز يعبر عن نفسه على المستوى العالمي قدام النادي الاهلي، لان نهائي افريقيا الختامي بالتاكيد بتشوفوا كل الانديه العربيه والافريقيه واسيا والدول العالميه، لان هو نهائي افريقيا.
فأقوى بطولة في أفريقيا، وأفريقيا دلوقتي اختلاف في الناس ليها ونظرة الناس ليها بقت مختلفة عن زمان بكتير جدا، فهتلاقي ناس كتير جدا على مستوى العالم بتتفرج على المباراة ديت. فعايزين نعبر عن نفسنا، عايزين نقول إن إحنا أحسن فرقتين موجودين في القارة، إن إحنا أحسن فرقتين وأحسن ناديين موجودين في القارة في العشر سنين اللي فاتوا، الأهلي والترجي. عايزين نقول للناس إن إحنا علاقتنا هايلة جدا داخل الملعب وخارج الملعب. داخل الملعب في منافسة شريفة لطيفة ظريفة جميلة في كل حاجة، يعني النهاية ربنا كتب التوفيق لده ألف مبروك، ربنا كتب التوفيق لده ألف ألف مبروك. فإحنا هنعبر على مستوانا وعلى شخصيتنا وعلى سلوكياتنا، ما تنسوش دي، أنت هتعبر للعالم كله على سلوكياتك على أدائك على أخلاقك من خلال المباراة اللي جاية يوم 9 نوفمبر يوم الجمعة اللي جاي. فمباراة الأهلي والترجي مش الأهلي بس اللي بيتفرج عليها، ومش مصر بس اللي بتتفرج عليها، ومش أفريقيا بس اللي بتتفرج عليها، ولا تونس بس، مش أفريقيا بكل بلادها، لا ده كمان هتلاقي آسيا، لأن في بلاد عربية كتير موجودة في آسيا، فأكيد بيتفرجوا على المباراة. كمان حتى على المستوى العالمي في ناس كتير جدا جدا لما بتسمع وبتقرأ، ودلوقتي أنت عارف السوشيال ميديا الموجودة في كل أنحاء العالم، والخبر بينتشر في لحظة إن ده نهاية أفريقيا، فالعالم كله بيتفرج. فإحنا لازم ننقل صورة مهمة جدا جدا جدا. فعلاقتنا بالترجي التونسي حتى لو كان في بعض الأوقات أو بعض المواقف التاريخية في المباريات كان في بعض الأخطاء، وكان معظمها على فكرة بيبقى حتى على الأهلي من 2010، وأنا كنت موجود في الدائرة بتاعت المنظومة الرياضية في النادي الأهلي، وكنا مواجهين الترجي في بعض الحالات حتى التحكيمية. يعني أنا مثلا الصورة اللي قدامكم ديت دي صورة جمعت ما بين، أو كان لقاء جمع ما بين الأهلي والترجي في آخر مباراة في دوري المجموعات 2011، الصورة اللي قدامكم ديت، وكان علينا إن احنا نكسب عشان نصعد للدور قبل النهائي قبل ما يختلف النظام من دور الثمانية لدور ال 16 في المجموعات، وكانت مجموعة الأهلي، الأهلي والترجي ومولدية وهران الجزائري والوداد المغربي، ودي آخر مباراة كانت على استاد القاهرة، والتعادل يخرجنا بره البطولة ويصعد بالترجي ويصعد بالوداد، وكان كمان لازم نكسب، لازم نكسب. المباراة دي انتهت 1-1، الهدف كان أحرزه لاعب أفريقي أعتقد أنه يا من نيجيريا يا من الكاميرون للترجي التونسي، وانتهى الشوط الأول 1-0، وقدر أبو تريكة في الشوط الثاني هو يتعادل، لكن ما كانش كفيل إن احنا نصعد، وده هدف تسلل مليار في المية، كان هدف تسلل مليار في المية زي ما انتم شايفين، وكان الحكم اللي بيدير اللقاء مش عارف كان اسمه إيه، لكن كان سوداني الجنسية، كان سوداني الجنسية، واللاين مان هناك، يعني ارجع بالصوره بس انا عايز اقول لك، ارجع بالصوره، انا عايزكم تبصوا على اللاين مان اللي هناك، بصوا اللاين مان اللي هناك واقف فين، ده اللاين مان ده على بعد مثلا يعني متر ونص، لكن في النهايه اللي واقف طبعا الاهلي لابس الاحمر على استاد القاهره، فكان تسلل مليار في الميه، وخرجنا بره البطوله وكان الكلام عادي جدا ومفيش اي مشكله. الصوره اللي بعدها حتى في مباراه 2-1 اللي كانت على استاد القاهرة اللي انتهت المباراة 2-1 دي، كانت دفع لوائل جمعة قبل ما يحرز الترجي هدف وكده تبقى النتيجة 2-1، وده كان بينالتي في نفس المباراة. على فكرة، على فكرة الناس كلها يعني بتفتكر موضوع انرامو بس، يعني الناس كلها بتروح لموضوع انرامو بس، الكرة دي دفع لمحمد فضل بينالتي والنتيجة كانت 1-0 وما اتحسبش وانتهت المباراة 2-1، ولما رحنا هناك في على استاد رادس كان هدف انرامو. حتى في المباراة دي كان في برضه هدف تاني بس هجيبه لكم بعد شوية، وده كانت في الكونفدرالية الهدف بتاع جون أنطوي في مرمى الترجي التونسي. دي كلها كانت بتبقى أخطاء تحكيمية، دي طبعا كرة انرامو الشهيرة، لكن أنا بقول لكم الموضوع ما كانش خرجنا بيها ما فيش مشكلة، لكن الموضوع كله كان عبارة عن بعض اللقطات، ودي اللي خرجنا بيها من البطولة. حتى لو في بعض الاوقات او بعض القرات او الحاجات اللي خرجتنا بره البطوله خالص كنادي اهلي، احنا لم نتلفظ ولم نتكلم ولم نتحاور ابدا، لانها في النهايه يعني بيننا وبين الترجي علاقه ممتده جدا، حريصين احنا كاهلاويه وحريصين احنا كمسؤولين لما كنا موجودين او اللي موجودين في الوقت الحالي انها تمتد، انها تمتد، ده مهم جدا جدا جدا. محدش هياخد بطوله غير في الملعب، محدش هياخد بطوله غير بادائه وامكانياته، ف يعني ده مهم جدا انه يوصل للناس ويوصل للناس في تونس، ده مهم جدا جدا. احنا هنا من قبل المباراه ما تتلعب ومن قبل المباراه ما نشوفها امبارح اتكلمنا على العلاقه الممتده ما بيننا وما بين الاخوه التوانسه في كل انحاء تونس، مش في الترجي بس، وتحديدا بقى في الترجي او خصوصا مع الترجي التونسي. فلغه الحوار لازم تبقى كده، لغه التعامل لازم تبقى كده. وانا لما عاتبت امبارح الكابتن او المدير الفني معين الشعباني، لا انت تتكلم في اي حاجه، اي حاجه تخصك، اي حاجه فنيه، اي حاجه
تحكيمية، أي حاجة يعني داخل الملعب من أداء من اللي أنت عايزه أعمله. لكن في حتة العلاقات والود والتعامل، أعتقد أنا كنت شاهد معاكم وأنت شاهد معايا، وكان رياض بن نور أو الكابتن رياض بن نور المسؤول الأول هناك عن فرقة الترجي شاهد كويس جدا جدا. العلاقة ممتدة بشكل رهيب، بل في بعض الأوقات بنتكلم بهزار شديد قوي سواء كان علينا أو عليكم. العلاقة مهمة قوي إنها توصل، العلاقة مهمة جدا إنها تمتد، العلاقة مهمة جدا إنها تتواصل مع الأجيال اللي جاية. ولازم تفهم إن الكبير دايما كده، الكبير دايما يتعامل في المواقف الكبيرة بلغة الاحترام والتقدير والتعامل الحسن. فبرضه هرجع واقول للمره المليار، نادي الترجي يعني فرقه محترمه وفرقه عظيمه وفرقه كبيره وفرقه قويه وفرقه يعني ليها كل الاحترام والتقدير. انا ما بتكلمش على داخل الملعب، داخل الملعب يعني في النهايه قدرات وامكانيات، وقبل كل ده وده توفيق المولى عز وجل. لكن علاقتنا بيكو هي علاقه ممتده، حتى لو فيها بعض الناس او بعض الاشخاص اللي مهم قوي سواء كان في مصر او في تونس، حتى للاسف هنا عندنا في مصر، وبعد شويه هتكلم في النقطه ديت، حتى للاسف هنا في مصر الاجواء طبعا في بعض الاوقات يعني بتبقى صعبه جدا 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 او صعبه للغايه. ف يعني المباراه خليها تشتغل على انها مباراه كره قدم، فيها امور فنيه، فيها امور توفيقيه، فيها امور بالتاكيد يعني حسابيه. فاللي يكسب الف الف مبروك، كسب الاهلي الف الف مليون مبروك، كسب الترجي الف مبروك، لان ده في النهايه كره قدم. فالناس تهدى والناس تبقى عندها يقين ان دي كوره ورايحين نشتغل كوره، واحنا بنوصل رساله وصوره للعالم اجمع، مش في تونس ولا مصر بس ولا في افريقيا بس، انت بتتكلم في اسيا والعالم كله. اوكي.